السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتبعوا هذا الفيديو. إخواني أخواتي، توجو إشاعات أخرى كنتم بدي أشفار أشفار لهاد الناس، أشخونت لهاد الناس باش ما نبقاوش نضربو ونقولو كلش. عمري سمعت لشي واحد على شي أرض، عمري ديت شي حاجة للبلدية، عمري حطيت يدي على فرق تاع البلدية، عمري طمعت في شي مواطن. سبحان الله، ما كاين هاد البلاد سايبة، ما فيها مؤسسات، ما فيها تفتيشيات، ما فيها مراقبة، ما فيها محاكم مالية، ما فيها تتبع. ما سبحان الله، هذه سيبه راه غادي تخلو راه في الحبس. صراحه هاد السيد وجهه قاصح ومصندل، فشكون ينهب وفقر فقيه بن صالح وخلى الطرقات كلها تراب هو والعصابه ديالو. اقسم بالله اخواني اخواتي، الى قال هذا المبدع ما يفعل بالتسلسل فهو استولى على الاراضي ديال الناس ظلما وعدوانا، وسرق الاموال ديال البلديه وابتز الشركات الكبرى والاستثمارات فقيه بن صالح، وكذلك الساكنه ديال هاد المدينة فقيه بن صالح اللي هي شاهدة على الدنيا وأمام الله. فالمهم إخوان إخواتي، الملفات اللي كتحقق فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واللي كيتورط فيها هاد الوزير السابق والبرلماني مبدع العصابة ديالو، هي ملفات كثيرة وكثيرة إخوان إخواتي. وبالتالي الملايير اللي كانت كتنهب إلى الحساب البنكي ديالهم أنهم تقاسموا ديك الغنيمة بيناتهم، ولكن كاين واحد المشروع اخر كبير لانه نهبوا منه مزيان وحرموا ابناء الشعب من المنفعه ديالو وهما يديروا لاباس، والشباب ينتحر في قوارب الموت كما كنشوفوا، او لا ينتحر راسه مع الحيط. هذا هو يعني ما كيتسوقوش لهاد الناس وهاد الفئه. وكيتعلق اخواني اخواتي الامر بواحد المشروع اللي عطات الاسم ديالو يعني القريه الحرفيه، وهذا المشروع كان غيقدم خدمة كبيرة لهاد الحرفيين ديال المنطقة من أجل إشعاع مدينة فقيه بن صالح ويجلب مداخيل وعائدات مالية يعني اللي غتعود بالمنفعة على الساكنة، خصوصا الساكنة ديال فقيه بن صالح. ولكن شنو وقع بالضبط إخواني أخواتي؟ راه دارت النعورة بيناتهم ونهبوا هاد الميزانية كلاوها وقاموا بالتلاعب بهذا المشروع، وهذا الشيء اللي خلى أبناء المنطقة تخرج وتحتج يعني وتجري على راسها وتدير شكايات كثيرة للجهات المسؤولة، وهي السبب اللي خلى أنه يتم استدعاء هذا الوزير السابق مبدع. فاليوم كنشوف الفرقة الوطنية اللي هي ما مفكاش على هذه القضية وحالفة بالحلوف أنها تجبن جميع المتورطين في النهب هذه الميزانية الضخمة واللي كتعد بالملايير إخواني أخواتي. راه الملايير لربما انها غتنفع الشعب المغربي ويحصلوا على يعني معاونات ويحصلوا على واحد مساعدات من طرف هذه الدوله او من طرف هذه الخزينه اللي غتكون درت عليها مجموعه من الاموال اللي كانت نهبات من طرف هذه العصابه. وراه الفرقه اخوان اخواتي مازال كترابط بهذه المدينه ديال فقيه بن صالح الى حدود هذه الساعه، والتحقيقات راهي جاريه مع جميع المسؤولين في الجماعات والبلديه اللي كان كيتراسها هذا المبدع، وللاكيد ان هاد المسؤولين اللي كان جبدهم او هاد المتورطين اللي كانوا كيغتنموا هاد الغنيمه كيقسموا بيناتهم اكيد انهم راهم خايفين، وهذا الشيء اللي خلاهم انهم يقوموا يعني بتعديل بعض القوانين باش انهم ما يتحاسبوش بخصوص هذه الاتهامات اللي هي خطيره وخطيره للغايه. فالتعليمات الملكيه اللي تعطات لجميع اسلاك المؤسسات الامنيه باش يشمل البحث كل القطاعات وكل البلديات اخواني اخواتي وكل المؤسسات والبرلمان في المغرب كله من طنجه الى القويره اخواني اخواتي بدون استثناء وبدون ان ينحصر البحث غير على واحد او مجموعه صغيره. فاليوم اخواني اخواتي اللي كنشوفوا الفرقه الوطنيه اللي كنحييها من هذا المنبر، المجهودات اللي كتقوم بها واللي كتعمل تحت امره الرئيس النيابه العامه والمجهودات اللي قايمه بها، فالمهم وهو المحاسبه وارجاع المال العام الى خزينه الدوله، وهذا ما نبحث عنه اخواني اخواتي، وهو تحمل المسؤوليه مع المراقبه والمحاسبه وكل تشجيع لزينب العدوي رئيسه المجلس الاعلى للحسابات. اخواني اخواتي، فالشعب المغربي يجب ان يعلم ان الملك محمد السادس نصره الله عازم على محاربه الفساد المسؤولين اللي مازال ما فهموش هذا الخطاب وما فهموش التحولات والتغييرات اللي حصلت، وكيتفرض علينا اخواني اخواتي صراحه بالحال على الوقفه لتصحيح المسار والمستقبل. والشعب
باغي غير تطبيق القانون، هذا هو المطلب ديالو، تطبيق القانون ولا شيء غير القانون في حق هاد اللصوص ديال المال ونهب المال العام للشعب المغربي. كذلك هاد الناس المفسدين والفاسدين خصهم تاخذ في حقهم اجراءات يعني عاجله باش ما يبقاش يولفوا. لان كنشوفوا هاد الناس اللي كينتخبوا وهاد الناس اللي كنصوتوا عليهم ففي البدايه كيعطوا واحد الوعود وكيعطوا واحد البرامج وفي الاخير وكيكونوا واحد الملاحظه اخواني اخواتي كنشوفوا ان هاد المنتخبين هادو اللي كينتخبوا عليهم حتى هاد المسؤولين في الاول راه كيكونوا يعني راه ما عندهم حتى شي حاجه، كيكونوا ناس بسطاء عاديين ولكن بانتمائهم للاحزاب السياسيه مورا التصويت مورا النجاح في البرلمان او يعني ملي كيحصلوا على واحد المنصب كنتفاجئوا انهم كيوليو الناس اثرياء، كلشي بالطوموبيل ديالو، العائله ديالهم كتبدل، يعني الطريقه التعامل ديالهم كتغير. فهاد اللصوص اللي صراحه خص لازم تاخذ اجراءات مره اخرى في حقهم. فحتى العقوبه الحبسيه اللي ماشي هي الحل الوحيد، فخاص كاع ديك المال اللي تنهبوا خاص يتحيد منهم بما فيه الممتلكات وداكشي اللي بناوه واستثمروا فيه بما فيه من جميع الارصده في هذاك البنوك. راه الناس اخواني اخواتي هذيك الاموال اللي نهبوها راه ماشي غير حطوها في الابناك يعني المغربي، انما حتى البنوك يعني الاوروبيه بما فيها البنوك السويسريه يعني، وحتى ان فرنسا يعني صراحه اللي فضحات المستور وعطات تقارير للدوله المغربيه وقالت لهم بالحق شكون هم الاموال اللي جات هنا استثمارات يعني كلهم يعني بالاسماء ديالهم. وحنا كنتمنوا انهم يرجعوا هذه الاموال الخزينه ديال الدوله اللي هما الشعب في حاجه الى التضامن في ظل الغلاء الاسعار وقرب يعني عيد الاضحى للجميع. صراحه راه كاين ما عندوش باش يشري عيد الاضحى، هذا هو الخطير في الامر، راه ما كاينش اللي ما عندوش يشري عيد الاضحى والفلوس كاينه، الفلوس غير محطوطه، يكفي هذيك الفلوس انهم يجيبوها يستوردوا بعض الاضاحي ويفرقوها على الناس الضعفاء. في موضوع اخر اخواني اخواتي بخصوص المغنيه اللي مازال كطلب التزاوج في هذا الدكتور العمارتي، خصوصا في ظل هذه الزوعه وفي هذه يعني التسريبات للوثائق اللي هي خطيره وخطيره بخصوص تورط المغنيه في الحساب حمزه مومبيبي، وهذا اللي خلاها انها ترسل بعض الناس وطلبهم وتزاوجهم. راه السيد تلاقاو معاه الناس كثر كيحاولوا انهم يعني يطلبوه ويزوجوه ويقولوا ليه نعس الشيطان، راه هذا الملف خصو يبقى في طي الكتمان بهذا المعنى بهذه العباره، لان السيده راه عارفه راسها متورطه وعارفه راسها انها راه غيجي واحد النهار وغتفضح. شبنا الله سبحانه وتعالى هذا السيد اللي هو رشيد العمارتي اللي فتح المستور، والاكيد ان احنا كمتبعين كنتمنوا ان القضاء يقوم بالعمل ديالو يعني وكل القانون كل شيء يعني فوق يعني كل شيء فوق القانون، ماشي هي انها تخرج وتخرج عينيها وتقول راها بريئه بالرغم ان الاخت ديالها راه اعترفات بها. يكفي غير الاعتراف ديال الاخت ديالها اللي هو اعتراف رسمي اللي غيدخلها للسجن ويتنفذ فيها حق يعني هذا الحكم اللي هو سنه سجن نافذا. والناس متبعين راه كينتظروا مساكن يعني في محكمه النقد والابرام واللي مازال ما عطاتش الرد الاخير، ولكن يعني بالفيديو الاخير اللي كان نشره الدكتور المارتي وقال هنا هناك 10 ايام سوف تدخل المغنيه للسجن، ربما يعني باقي ما مأكدينش هذه المعلومات، ولكن هذا السيد راه كيجيب غير معلومات اللي هي دقيقه ودقيقه، راه ماشي كيجيب شي حاجه من راسه انما بالادله، لان هذا السيد راه سياسي وعارف راسه شنو كيدير. اخواني اخواتي حتى لا اطيل عليكم نكتفي بهذا القدر في انتظار ما هو جديد، دمتم في رعايه الله وما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم بارطاج ديالكم في هذه القناه باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.